اتكلم على الكارد. الكارد بيبقى عباره عن كده، عن زي دفايه بتحط عليها الشغل بتاعتك كارد. خلاص بنكون بقى منه فيزا نفسه، بنحط له ساعات هو اكنه مربع يعني دفايه او قطعايه. ممكن احط لها هيدر ذات نفسها، احط لها فوتر، احط فيها صوره، احط فيها كلام، واجمع مجموعه من الديفز جنب بعض. حلو. فدلوقتي احنا هنتكلم على الكارد. عشان اعملها اعمل ايه؟ اقوم جاي مثلا اعمل ديف. خد بالكم احنا بنتكلم دلوقتي في السي اس اس كومبوننتس، لان في كومبوننتس ثانيه بتاعت ايون ده لسه هنتعرض ليها برضه، ليها شغل ثاني. خلاص ماشي، هم كلهم يعني زي بعض، يعني هو في الاخر زي بعض، بس تعالى نشوف برضه الاين بيشتغل ازاي. المهم ده الكلاس، ده هنعمل له كلاس الديفاري، ونقول ان انت عباره عن ايه؟ كارد. واقوم جاي عامل ديفاري بيها جواها. الديفاري دي بديها كلاس ان هو ايه؟ عباره عن ايتم جوه الكارد. ممكن اعمل من الكارد مجموعه ايتمز تحت بعض، مجموعه ايتمز جنب بعض. خلاص انا عملت ايتم، خلاص قمت كاتب فيه اي حاجه، عشان بس نشوف شكله الاول مبدئيا. لو جينا بصينا كده على هنا ايه، هو قفل ريس كيو، واقول له تاني ايه، سيرف نار جديد، هنسقط بس مننا يعني. مش هدوس في 12 والله عارف، بس الكاميرا بتشتغل دي ليها معنى عندها، هتوقف وتعمل بس خلاص. ادي زي ما انتم شايفين الايه، ادي الايه الكارد بتاعتنا شايفينها. طيب دي كده عملنا كارد عادي. لو عايز اضيف كارد تانية، انا بس عايز اقول ان انا لو جينا طولنا التكست كده شوية، لاحظ انا مش ملاحظتش طبعا، عشان احنا كاتبين اي هنبشة كبكة بكة، فمش عارف احنا كنا بنعمل ايه. يعني هو ما كملش الكلام صح؟ ما كملش الكلام، مش جايبه. طب افترضنا انا محتاج ان انا في غالب الاحيان بنفكر ان احنا نشتغل دايناميك، فما بنبقاش عارفين الداتا اللي هتيجي حجمها قد ايه صح؟ فببقى ساعات مضطر ان انا عايز اعرض الداتا حتى لو ما تتقصش بعض الاحيان يعني. كل اللي هنعمله بس هنعمل ايتم، حاجه اسمها ايتم داش تكست تراب، يعني التكست اللي جوه الايتم يلف. رابنج يعني لما يخلص يلف يعني. لو جينا عملنا هنا تاني كده ريفيش نش، ما سيفت ما شفتش ليه. خلاص لاحظ هنا ايه، بدا يوسع على حجم الايه، على حجم التكست اللي بيتعرض. طيب هل ممكن الكارد ده نحط فيه كارد لوحده، نحط فيه ليه هيدر وفوتر ونحط الاجزاء بتاعته؟ قال لك ممكن تتعمل له هيدر وفوتر لوحده. خلاص فجاي هنا مثلا عندك في المثال اللي معانا، هتلاقي ان احنا عاملين ايه؟ في الاول بدأنا الكارد، بعد الكارد بتاعتنا عملنا ديفاية، تمام؟ قبل الشغل اللي تحت بتاع الايتمز ده، وخلينا الديفاية ديت ايه؟ ايتم ديفايدر، يعني فاصل. والفاصل ده كتبت عليه، بس خد بالك هو 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 مش هيدر هيدر، بس احنا عايزين نعمله زي هيدر، لان انت هي مربع وانت عايز تعمله تايتل من فوق، وايه لو في حاجه تحت ممكن تحتاج فوق بس تحت بس زي ما انت عايز، يعني تضيف فيه ايكونز وكلام زي كده. فانا اقول له عملت له ايتم ديفايدر، واكتب جواه مثلا ايه؟ ايتم 1 مثلا، او ايتم هيدر لو احنا عايزين نعتبره ان هو هيدر يعني. فتلاقي ادي الايه؟ اول الهيدر بتاع الايه؟ بتاع ال الايتم. خلاص طيب واحنا عندنا اصلا واحده، ادي ايتم اهي صح، سيبك من دي، خلي اللي هي فيها تكست راب، خلي الايتم دي عاديه ايتم تكست راب. وعايزين نعمل ديفاي كمان لمين؟ للفوتر. والفوتر بالنسبه لنا برضه هيبقى ايتم ديفايدر، لانه لو عملته هيدر هيضرب فوق، هيعلق منك فوق، هيفتكره هيدر هيدر للبيج ذات نفسها. خلاص اقوم جاي هنا اعمل ديف،
هديها كلاس عباره عن ايتم برضو ايه ديفايدر برضو، بس هي طبعا اللي متحكم في الموضوع الترتيب. ماشي، هو اصلا ايتم لازم ادل ان هو ايتم، مش معنى كلمه ايتم لازقه فيه ان هي تعتبر فهم يعني. ايتم دي كلاس والايتم ديفايدر دي ايه دي كلاس تاني. وقلت له هنا ايه فطلع لي كده الايه زي ما انتم شايفين الايه كانه في هيدر وفي فوتر لنفس الايه لنفس الموضوع. الكلاس اللي فوق برضه عايز عشان كده هو لاحظ ان هو ده ظبطه، عمل بولد شويه ووسع مسافات وكلام من ده، اما ده ايه اكنه تكست مش مفهوم، اكنه تكست مش مفهوم. فاحنا محتاجين ان احنا ايه الكارد نفسه كان في جنبه كده بلس لسه ايه الكارد في لسه النظام ده بقى كارد لسه. ماشي يا كارد لسه عشان تعرض يعني جروب لو في اكتر من كارد. خلاص يعني انت عايز تقول كارد داش ليست يعني الايتم ذات نفسه ليست يعني تفرق. لا تفرق لا ليست اللي هي الليست زي اللي فاتت اللي هي ليستا من الايتم ليست من الكارد. طب يعتبر بقى ليستا من الكارد، بيعتبرهم ليستا من الايه من الكارد. خلاص لو حطينا طبعا اكتر من ايتم في النص، هو المفترض طبعا الكاردز يعني ليها استخدامات كتير يعني ليها كتنظيم الاستخدام حاجات كتير، بس ده كده تشوف بقى ان الليسته بتاعتك ادي الايه الحاجات كلها وادي الهيدر وادي الفوتر بتاعت الايه العنصر ده. طب ده كان كده بالنسبه للايه للكارد. تعال نعمل مثال كده كامل عن كارد تكون كامله يكون فيها ايمج الشكل العام بتاع الكارد بدل ما يبقى فيه صوره وكلام كارد عادي يعني. فانا هتلاقي في مثال حاطينه عامل ايه ادي الكلاس بتاعي خلاص شيل كل العك اللي احنا عاكينه ده. ده مثال تاني خالص للكارد بتاعنا، عملت كارد من غير لسته هي كارد واحده. طيب بعد كده احط ديفايه ثانيه واعمل لها كلاس بتاعها عباره عن ايتم وايتم افاتار عشان احط له صوره. حطيت جواه الايمج لان طبعا الافاتار بياخد مني حاجتين الايمج والايه والتكست اللي موجود. قلت له اس ار سي مديله جوه ايمج قال لي انا صوره. قلت له صوره مين ده؟ احنا ظبطنا واحد جي بي جي واحد جي بي جي. خلاص بعد كده قمت قايل ايه دخلت على اتش 2 واسمي الايه الكارد نيم. ماشي مش الكارد نيم اللي هو الهيدر او التايتل يعني، بس يعني هيطلع كده افاتار وجنبيه. خد بالك احنا بنجمع حاجات دلوقتي يعني الافاتار ده كنا بنستخدمه لوحده، عملناه احط الصوره واكتب الكلام واعتبره اكنه الهيدر واحط بعد كده الايه الايتمز بتاعتي. خلاص اقوم عامل ايه ديفايه كلاس بتاعها عباره عن ايتم عادي واقول ان ده ايتم ايه بادي يعني ده الشغل كله بقى اللي موجود او الايتم كونتنت يعني. خلاص واقوم جاي حاطط فيه خلاص بقى ماشي كنت حاطط هنا ايمج والايمج اديتها كلاس انا استقلها شغلها اسمه فول ايمج. ماشي ده كلاس من كلاسات برضو ليها اللي هي لسه الصوره هيبقى ليها قصه ثانيه برضو بتساوي اديتها الصوره مثلا نفس الصوره مش مهم. وقفلت الايمج على كده وقمت كاتب النص اللي انا عايزه يظهره على الايه على الكارد يعني.
هتلاقي ادي الايه شكل الكارد بتاعها، خدت المنظر ده، الايكون صغيره والعنوان بتاعك جنبيها خلاص، وجت تحتيها متحط الايه على الصوره، وتحتيها التكست اللي انت عامله. احنا قلنا التكست بس، التكست وعملنا له تكست راب. هو الايتم بادي عموما بيبقى فاتح الراب لوحده اساسا، لانه بيبقى عارف بادي بقى كامل، يعني تكتب التكست اللي انت عايزه يعني. طبعا ده بيبقى منظر الايه؟ المنظر بتاع الكارد بتاعتك. طيب كده احنا خلصنا الجزء دوت، هنتكلم بعد كده على الفورم والانبوتس بتاعتها بقى.